تزال مدن الضفة الغربية تعيش على وقع التظاهرات الاحتجاجية حيال ما يجري في قطاع غزة مطالبين بوقف الحرب. هنا وسط مدينة رام الله خرج هؤلاء يطالبون بوقف ما وصفوه بالعدوان وحرب الإبادة الجماعية، ورددوا هتافات تدعو للوحدة الوطنية بين جميع الفصائل الفلسطينية. وردد هؤلاء مطالبات بوجود موقف دولي وعربي ضاغط على إسرائيل لوقف ما يصفوه بالحرب على قطاع غزة. وزارة الصحة الفلسطينية على لسان وزيرتها ماي كيلي قالت إن من بين الضحايا أكثر من 4500 طفل وأكثر من 3000 امرأة و700 مسن، وأشارت إلى أن إسرائيل لا تضع أي اعتبار للقوانين الدولية في استهداف المستشفيات في قطاع غزة على حد تعبير الوزيرة. على صعيد ميداني آخر، لا تزال القوات الإسرائيلية تقتحم مناطق واسعة في الضفة الغربية. نادي الأسير الفلسطيني تحدث على أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 25 فلسطينياً من شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة المعتقلين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر إلى 2425 معتقل. ثروة شقرة، الحرة، رام الله.